السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا دلوقتي عاوز أصلي، كل ما بصلي مش بقى. لو صليت الصبح الفجر ما صليش الظهر، لو صليت الظهر ما صليش، عاوز أنا أتواجد وقت مع الصلاة ومش عارفة خالص يا شيخ. لا لا، لازم تحافظ على الصلاة، لأن الله قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أعمل إيه انتبهي، دلوقتي؟ انتبهي، لا تقصري ولا تفرطي في الصلاة أبدا.